يواصل وباء كورونا المستجد حصد المزيد من أرواح سكان صنعاء والمناطق الخاضعة لميليشيات الحوثي بعد خروجه عن السيطرة، إلى حد أنه دفع القائمين على أكبر مقابر العاصمة صنعاء بإعلان امتلائها مع دعوة للتوجه إلى المقابر الأخرى. ودعا إعلان وضع على مدخل المقبرة أهالي المتوفين لتوجيه الجنائز إلى مقابر بديلة في مؤشر يبين الوضع الذي باتت عليه صنعاء وانفجار أعداد المتوفين بفيروس كورونا بشكل غير متوقع.